هذه الفترة هي الفترة الأهم في تدعيم المنتخب. الحقيقة الدولة بتعمل كل شيء جيد لإنجاح هذه البطولة، كل شيء. حضراتكم احنا ابتداء من بكرة هيكون عندنا كلام مهم جدا عن الاستادات، هنوري لحضراتكم قد إيه التطور اللي حصل في استاد زي استاد القاهرة مثلا، قد إيه الدولة مهتمة بكل شيء في هذه البطولة، قد إيه الناس كلها مستنية تشوف استاد القاهرة بقى عامل ازاي، استاد اسماعيلية بقى عامل ازاي، استاد اسكندرية بقى عامل ازاي، استاد السويس الجديد بقى عامل ازاي. هنجيب لحضراتكم تاريخ الاستادات دي وتشوفوا التطور الملحوظ والواضح والواضح الحقيقة على هذه الاستادات، لأنه هناك مساندة كبيرة جدا 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 من كل أجهزة الدولة، والرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه تقريبا كل أسبوع بيقعد مع رئيس الوزراء ومع وزير الشباب والرياضة وبيقعدوا بيتابعوا دائما ماذا يحدث. دي صور لاستاد القاهرة بس لغاية بكرة إن شاء الله نجيب لكم كل شيء يخص استاد القاهرة، وهنعرف برضو حضراتكم إيه اللي بيحصل حتى الآن ووصلنا لغاية فين. ولكن خلينا يا جماعة الفترة دي اللي عايز يقول رأيه، أنا لا أحجر على رأي أحد، اللي عايز يقول رأيه هو حر بالنسبة لبحث.